اسعار اللحوم اسعار يعني تتماشى هسه حال الحاضر مع المواطن، بس احنا نقول ان شاء الله ما تصعد بعد اكثر على رمضان. وعلى العظم عم بيعه ب 13 والهبر عم بيعه ب 16، غنم 17 عين باع، طرف 17، هاي الاسعار. والله القدره الشرائيه قليله حال الحاضر، الناس اللي كان يقدر يشتري له 3 كيلوات هسه ما يشتري له كيلوين، كيلو ونص ما يشتري من وراء الغلاء مال اللحم. احنا نريد دعم من الحكومه انه مثلا نتوفر الاعلاف، توفر خلينا نقول النوعيات الجيده مال الابقار، حتى مثل ما يقول يقدر المواطن يشتري. والله حلال قليل يعني، هذا عيجينا من جميع العالم، ولا احنا كان صدر العراق المول الاول الرئيسي يعني يصدر، باي دوله تروح مكتوب لحم عراق، اليوم احنا عم نستورده. جورجي يجينا هندي، يجينا برازيلي، يجينا تركي، كل شيء يجينا، ماكو اي اهتمام. يعني اذا شهر ما يجينا يمكن حلال يصير كيلو اللحم ب 20 فوق، وسع الغنم العراقي الصغير بال 20 يقف. هذا خلينا نقول ربط واي شويه خشن ينباع ب 18 17. والله زين ناس تشتري، بش قد من يصير تشتري. ماكو دعم مثل قبل، كان قبل يدعمون بالعلف بالعلاجات، هاي كلها هسه ماكو. يعني هم تاثر عليهم، والله انخفض كثير تقريبا. يعني جوا 50%. هسه كل عيجي منين؟ من تركيا ومن ايران ومن سوريا يجي. يعني اللي عندنا مالدنا قليل، حيل قليل. والله هسه عراقي موجود قدامنا، موجود هسه اكو عراقي. كم يوم الاخ ينفقد العراقي، يجي سوري، يجي تركي. الحلال عيجي هنا، ما عيجي يعني مربوط عادي. هنا عين ربط يعني مربوط هنا، يعني باعتبار هنا متربي عندنا بالعراق. اقبال الناس شلون دا يكون؟ والله ضعيف حيل. يعني كان ياخذ 5 كيلوات 6 كيلو 9 ياخذ له كيلو ونص كيلوين، اكو منه محول السعياك الدجاج.